أخبار اليوم. استقبال رسمي لبوتين في قصر القبة، وعقد مباحثات ثنائية مع السيسي لتعزيز التعاون بين البلدين. بدأت ظهر اليوم الثلاثاء بقصر القبة أعمال القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتمتد المباحثات المصرية الروسية في جلسة موسعة تضم وفد البلدين، ويعقبها حضور الرئيسين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ثم من المقرر انعقاد مؤتمر صحفي يلقي كل منهما بيانا يعقبه حفل غداء للرئيس الروسي والوفد المرافق له. وأجريت للرئيس بوتين مراسم استقبال رسمية في قصر القبة، حيث استعرض الرئيسان السيسي وبوتين حرس الشرف السلامين الوطنيين لمصر وروسيا، وأطلقت المدفعية 21 طلقة لدى دخول الرئيس بوتين إلى قصر القبة، فيما أعلن بوتين أن بلاده ستواصل نهجها المستقل في سياستها الخارجية بصرف النظر عن أي ضغوط، وتستعد سلطات مطار القاهرة الدولي لسفر الرئيس الروسي خلال الساعات القليلة المقبلة، وبدأت الخدمات الأمنية في الانتظام، وتسلمت قوات الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي محيط الصالة الرئيسية بعد أن تم تمشيطها بالكامل بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة. العربي: الرئيس الصيني يرغب في زيارة مصر قريبا. كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن الرئيس الصيني شي جين بيانغ سيجري زيارة قريبة لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الزيارة المرتقبة سيتم خلالها إجراء مباحثات بين الرئيس المصري والصيني بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة. شكري يسلم كيري نسخة من كتاب الأيديولوجية للتنظيمات الإرهابية. قدم وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأمريكي جون كيري نسخة من كتاب دار الإفتاء المصري الذي أصدرته الدار باللغة الإنجليزية لفتح البنية الأيديولوجية للتنظيمات الإرهابية. جاء ذلك على هامش مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونخ مؤخرا، حيث تسلم وزير الخارجية الأمريكي كتاب دار الإفتاء المصرية الذي يقدم أبحاث المعمقة في أيديولوجية الجماعات الإرهابية وتفنيدها، وتوضح في مقابلها التعليم والمفاهيم الإسلامية الصحيحة. وزارة الشباب والرياضة تقرر صرف 100,000 جنيه لأسر ضحايا مباراة الزمالك وإنبي. قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صرف تعويض 100,000 جنيه لكل أسرة من أهالي ضحايا أحداث الدفاع الجوي، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة لمتابعة تداعيات وملابسات الذي تعرض له مشجع نادي الزمالك خلال مباراته أمام إنبي. أخبار اليوم.